ما اسم هذا الشجرة يا أخي؟ اسمها البوباب. البوباب. نعم شجرة البوباب. ما شاء الله ما شاء الله. وما معنى البوباب؟ يعني بوباب هذه تسمية فرنسية. تسمية فرنسية. ولكن عندنا في اللغة المدغشقرية نسميه رينالا. رينالا بمعنى أم الغابة. أم الغابة. نعم. طبعا هو هي تعتبر البوباب يعني أكبر شجرة يعني موجود في مدغشقر. في مدغشقر. نعم. هي أكبر. سبحان الله. نعم. وأظن حتى في مستوى عالمي. لا في السودان نعم. وجدنا في نوع. شكل ولا نوع. لا نوع آخر. كبيرة جدا. هل يعني في لها تعلق؟ بعض الناس يتعلق بها بالعبادة أو شيء. أيوة نعم طبعا هذا ما نراه. مثلا السياحيون الذين يأتون من اليابان كثير. من اليابان. من اليابان خاصة. أيوة. إذا وصلوا في هذه الشجرة يقفون يعني في تحت الشجرة. نعم. وهناك طريقة يعملون بها هكذا. يحضنون الشجرة. يحضنون الشجرة. من باب التعبد يعني التبرك بها بالأشياء. حسبنا الله ونعم الوكيل.